أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. معكم عماد ويليام في فيديو جديد، وفي الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن الإصدار الجديد من الأوفيس 2021 اللي أعلنت عنه مايكروسوفت. تعالوا نشوف إيه الجديد فيه. مايكروسوفت أعلنت عن إصدار جديد للأوفيس، وهو أوفيس 2021. إن اتكلمنا عن الأوفيس 2021 وما هو الجديد فيه، كل الجديد فيه هو كان موجود في الأوفيس 365 أو 365، ولكن الناس اللي هي ما اشتغلتش عليه دلوقتي هتقدر تشتغل على بعض المميزات الخاصة ب 365، نزلوها في الأوفيس 21. أهم التغيرات اللي حصلت في الأوفيس 21 هي في الإكسل وفي الباوربوينت والوورد والأوتلوك. مثلا في الإكسل 2019 كان في الدوال اللي قدام حضراتكم اللي شايفينها، ولكن في الإكسل 2021 هيكون الفانكشنز اللي قدام حضراتكم. وفي الموقع بتاع مايكروسوفت اللي هسيبه لحضراتكم اسفل الفيديو في الوصف الديسكريبشن تحت، ما كتبوا فيه برضو كل الحاجات الجديدة اللي موجودة في الأوفيس 2021، الفانكشن بتاع الإكسل اللي اتكلمنا عنها وهي موجودة في 365، ده بالنسبة للإكسل. بالنسبة برضو للباوربوينت في الحاجات كلها اللي نزلت في 365 واتكلمنا عنها نزلت في 2021 معظمها، ده بالنسبة للباوربوينت. وبالنسبة للأوتلوك وبالنسبة للحاجات المشتركة اللي هو الدرو تاب، ده مشترك في كل الابليكيشن في الوورد والاكسل والباوربوينت، برضو نزل في الاوفيس 2021. والاوتو سيف، ولو حابين حضراتكم تاخدوا فكرة اكتر عن الحاجات الجديدة اللي نزلت في الاوفيس 2021 في القناة عندي، انا اتكلمت عن كل ما هو جديد بخصوص مثلا الاكسل، الاكس لوك اب وخلافه والت فانكشن، تقدروا تراجعوا حضراتكم كل ما هو جديد بالنسبة للحاجات اللي اعلنت عنها مايكروسوفت في موقعها اللي اعلن عنه، وزي ما قلت لحضراتكم هتلاقوا العنوان في الوصف اسفل الفيديو. وزي ما حضراتكم شايفين برضو هم منزلين في هذا الموقع بعض الفيديوهات الخاصة بالحاجات الجديدة اللي نقدر ناخد فكرة عنها. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة، شكرا لحضراتكم والى اللقاء في فيديوهات قادمة بإذن الله. اذا عجب الفيديو حضراتكم ففضلا وليس امرا دعم القناة بالاشتراك فيها مع تفعيل الجرس، وشكرا لحضراتكم مرة أخرى للمتابعة، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله.